حول موضوع قراءة في قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والتعليم والبحث العلمي. لما لهذا الموضوع من راهنية وأهمية كبيرة في بلادنا استهدفت إصلاح منظومة التربية والتكوين سواء على المستوى الهيكلي وعلى المستوى البرامج والمناهج، غير أننا نعلم جميعا أنها لم تتمكن من بلوغ الحد المعقول من أهدافها. ومن بين هذه الأسباب المفسرة هو أن تلك المشاريع لم يوجد لها نص قانوني ملزم. أما اليوم فالحمد لله تمكنت بلادنا من بلورة وتبني استراتيجي للإصلاح، الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، هدفها هو بناء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع. وفي ضوء استخلاص الدروس من أسباب تعطل هذه الإصلاحات هو جاء مشروع قانون الإطار المتعلق بالمنظومة التربية والتكوين ليحول تلك التوجهات التي جاء بها الرؤية الاستراتيجية إلى مقتضيات ملزمة. إذا هذا القانون الإطار أصبح اليوم قانون ملزم، بطبيعة الحال يعرف مجموعة من الإشكالات والثغرات اللي وقع فيها هذا القانون، هو اللي جعلنا نقوموا نديروا واحد القراءة في هذا الموضوع، بين لأن هذا القانون كأي قوانين لم يسلم من ملاحظات وانتقادات اللي توجهت لهذا القانون. ولهذا غادي في هذا الندوة خصصنا لها محاور أساسية، هو المحور الأول هو قانون الإطار، غادي ننظروا له في إطار السياق ديال السياسات الحكومية. والمحور الثاني اللي غادي يكون في سياق السياسات أو السياسة التربوية. والمحور الثالث اللي غادي نخصو الأسس التي تبناها أو التي اعتمدها قانون الإطار. وهذا اللقاء وهذه المحاور غادي نناقشوها مع أساتذتنا الأجلاء، مع أستاذ عواد إعبود. أستاذ عواد إعبود مواليد 1984 بالعرائش، مفتش تربوي بمركز التكوين مفتش التعليم بالرباط، باحث بسلك الدكتوراه شهادة السوسيولوجيا بجامعة ابن طفيل، حاصل كذلك على الإجازة في علم الاجتماع والماستر في سوسيولوجيا التربية. نشر له مقالات تربوية في مجلات مغربية وعربية، آخرها مقال بمجلة الدوحة عدد غشت 2019 بعنوان هل توجد تربية كونية؟ بطبيعة الحال أستاذ عواد إعبود أطر وشارك في عدة لقاءات وندوات وطنية وعربية. معنا كذلك أستاذ مصطفى أموش من مواليد 1983 بالأطلس المتوسط بالضبط مدينة ميدلت. أستاذ مصطفى أموش بزاز في علم الاجتماع وحاصل على ماستر في السوسيولوجيا بمعهد إنالكو. أستاذ مصطفى أموش مكلف سابقا بالمصلح في فرنسا، شارك في تأطير عدة دورات تكوينية بالمغرب وفرنسا وليبيا، وفي تنشيط عدة برامج تربوية إذاعية وتلفزية، وهو كذلك مفتش تربوي متدرب حاليا. معنا كذلك أستاذ مصطفى تاج الكاتب الوطني لجمعية الشبيبة المدرسية، حاص مجاز في علم الاجتماع، أستاذ باحث في سلك الدكتوراه قانون العام والعلوم السياسية.